أهلين أستاذي. اعتبرينا خواريف وماشيين على القانون. ببلاش ما يمشي الحال. احنا رح ناخذ منك السعر اللي كان ياخده جهاد منك من زمان. يعني هيك على الأقل بتكون الأمور رسمية. يعني أنا جمد العقار 3 سنين كتير كتار بالنسبة لي. إيه بس أنا سنة واحدة شو بدها تعمل لي؟ وبعدين المحطة كتير مهمة لإلنا، أنا ما فيني أتخلى عنه. لا أستاذي، المحطة هي بتشيليها من حساباتك. يعني هو بيضل معك البيت والدكان من ساعة اللي بنمضي لسنة لقدام. يعني ما أحسن ما تدشروا بأمر من المحكمة؟ لا معلش، أنا بدي أعتذر منك أستاذ جابر، بس نحن ما اتفقنا على هذا الحكي. أنا هيك ما بيناسبني، ما بتوفي معي. أنا هذا ما رح نتفق يا أستاذ. إلا إذا بتدفع تعويض عن المحطة. طيب خليني استشير المحامي أنا. هلا في حال في تعويض مش الحال؟ بدي أحكي مع عائلتي بالموضوع. عال في حال موافقة، الوراق رح يكونوا جاهزين عند الأستاذ غازي. بيمروا إلى عندك شوفير نوراس، بتمري على المكتب بتوقعي وبتاخدي شيك تعويض. أوكي، أعطيني ساعة برجع بحكيك. الله معك أستاذ، الله معك. شو